بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في الفيديو ده عن مباراه الزمالك وسموحه، المباراه اللي الزمالك خسر فيها بهدفين مقابل لا شيء. اكتر لقطه استفزتني اثناء المباراه في الدقيقه 84، باتريس كالترون كان بيعترض على اوت. باتريس كالترون كان بيعترض على اوت. هتقول لي ايه المشكله مدير فني بيعترض على الخط؟ هقول لك المشكله ان المدير الفني ده حرفيا جاي المباراه محدش عارفه عايز ايه. يعني في ناس كتيره قوي ما كانتش فاهمه باتريس كالترون عايز ايه. يعني انت جاي مسلم رقبتك لمرتضى منصور، انت جاي بايع نفسك لمرتضى منصور اللي هو انت عارف ان رئيس النادي ما بيحبكش مع اي تعثر هيمشيك، فانت جاي مسلم له رقبتك، اللي هو انت جاي تبدا بتشكيل غريب، جاي عندك افكار فنيه غريبه ومريبه، ولو المشكله ان دي قناعات عندك فانت محتاج ان انت تغير قناعات كتير منها. منها مثلا انك لو عايز تلعب 4-1-4-1 مستحيل اسلام جابر يكون هو الديفندر اللي انت هتبني عليه طريقه لعبك دي. مستحيل اوباما ونزول اوباما مع اسلام جابر هو اللي هيخليك انت تبقى قوي في نص الملعب، مستحيل جدا. مستحيل انك تبقى معتمد على رزاسي ومحمد اوناجم ان هم يلعبوا عرضيات بس لعمر السعيد. يعني يوم ما حبيت تلعب عرضيات لعمر السعيد بديت له بناس اساسا ما بتعملش عرضيات. يعني ماشي اوناجم ممكن يكون بيعمل عرضيات بس، طب بس بالنسبه لرزاسي لعيب بيحب ان هو يعمل واجبات هجوميه وبيحب يكون هو اللي بيسجل، ما بيحبش ان هو يلعب عرضيات كتير. طب سيبنا من موضوع العرضيات، الخط الخلفي انت لاعب فيه كتير ليه؟ محمود علاء ومحمد عبد الغني، فين الونش؟ فين الونش يا عم الحاج؟ فين الونش؟ تمام عبد الشافي خبرات والكلام ده بياكل جدا، وعبد الشافي بصراحه يستحق ان هو يكون اساسي. طب ازاي بقى عبد الله جمعه؟ ازاي بقى عبد الله جمعه؟ افهم طيب ازاي؟ يعني حد ماسك عليه الشيكات وبيقول لك العب 4 تحت عافيه، ما تلعب يا عم ب3 تحت. العب ما عندكش باك يمين، العب ب3 تحت. مش جريمه يعني، نزل الونش وحط مع عبد الغني وحط مع محمود علاء هتلاقي 3 تحت عادي هي جدا. ما فيهاش اي مشكله. لو حطيت عبد الله جمعه هنا بس بياخد ادوار هجوميه في ال3-4-3 مفيش اي مشكله، او 3-5-2 مفيش اي مانع، انما تلعب لي ب4 وعبد الله جمعه باك يمين، انت بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه؟ زيزو دكه، بن شرقي دكه، شيكابالا بيبدا اساسي. تمام شيكابالا قدم ماتش كويس جدا قدام بيترو اتلتيكو لما نزل، بس شيكابالا بقاش ينفع غير ان هو يكون تغييره، انما شيكابالا تبدا بيه ازاي؟ وبعدين النهارده كابتن احمد سامي وسموحه على الشوط الاول ما كانوش مصدقين العك اللي انت بتعمله، ولا كانوا قادرين ان هم يهاجموك، سابوا لك الشوط الثاني هو يكون الفيصل ما بينك وبينهم. الشوط الاول سجلت هدف عن طريق اوباما، الفار وقفنا كتير جدا، بس في الاخر الكره طلعت اوفسايد بجد، وطلع الفار عنده حق لان الحاله طلعت صعبه جدا، وكانت فعلا اوفسايد على اوباما. بس معلش يعني انا محتاج افهم الشوط الثاني لو انت عايز تغير هتغير مين؟ تبدا بمين؟ اسلام جابر صح؟ لا انا هغير اوباما، انا محتاج ان انا اغير اوباما وانزل امام عاشور. تمام طب كده هنرجع 4-2-3-1؟ لا هنكمل بال 4-1-4-1. ليه؟ علشان تغييراته بعد كده هي اللي خلتنا مكملين بال 4-1-4-1 بتاعته، اللي هو مفترض بعد اول تغيير لما نزل امام عاشور راح منزل زيزو بعدها مكان اسلام جابر، نزل زيزو مكان اسلام جابر وخلى زيزو ياخد الادوار اللي كان واخدها اوباما في بدايه المباراه مع شيكابالا، هيكون تحتيهم امام عاشور بدل اسلام جابر. يعني احنا دلوقتي مكملين بال 4-1-4-1. وبعد ما لبس الهدف الاول قرر ان هو ينزل اشرف بن شرقي مكان محمد اوناجم لانه شاف ان اوناجم خلاص لازم يتغير، وبرده راح مطلع لعيب زي لا هو هو طل... اه طلع عمر السعيد، طلع عمر السعيد ونزل مكانه مهاجم سيف الدين الجزيري. مهاجم ومهاجم انت خسران 1-0، تغير مهاجم ومهاجم مفيش اي فكره ان انا العب باثنين مهاجمين، هو مهاجم بمهاجم بس انا ما عنديش غيرها. طب تمام بعد ما خربت بقى خالص راح مرجع رؤى في مكانه وطلع شيكابالا، اللي هو دلوقتي انت بتعمل ايه؟ انا ما بقتش فاهم انت عايز ايه يعني بجد والله. انت يعني اللي هو احنا معلش هننزل رؤى وامام يعمل ادوار هجوميه هو وزيزو، برضه مكملين بال 4-1-4-1 بتاعتنا. يعني احنا بدينا غلط وكملنا غلط واستمرينا على ان احنا مكملين غلط. يعني انت عملت كل حاجه في الملعب غلط، تقول ان انت تستحق تطلع خسران، وفي الاخر طالع ماسك لي فاوت وبتعترض عليها. يا اخي تقل ليه يا اخي؟ ده انت عامل ماتش حرفيا مسلم رقبتك لمرتضى وبتقول له عايز تمشيني مشيني، بديك الذريعه اهو، بعمل لك ماتش فنيا مش جريمه، ده كالترون عمل كل الجرائم اللي ممكن تتخيلها النهارده. لا وايه بقى؟ يعني من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان اول كوره تطرع عليك الشوط الثاني صديق هيصوبها، يعني الكرة فضلت تخبط في الارض، الراجل صوبها راحت بعيده قوي على العواد.
بص انا ما عنديش مانع انك تبدا بعواد وتقعد ابو جبل، لان عواد كان محتاج انه ياخد فرصته، فعواد ما خدش فرصته خالص كامله. عقده كبير وبيلعب عافيه وبيقعد دك عافيه ومش عايز يمشي علشان خاطر موضوع عقده، بس كان لازم يلعب. الهدف مش من عواد بصراحه، الكره طالعه بعيده قوي، وضربه الجزاء هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ان عبد الغني مغطي الاوفسايد والراجل بيستلم وبيروح، وعبد الغني بيعمل معاه ضربه جزاء، وعبد الكبير الوادي بيخش يخلص بقى الماتش. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على تألق مثلا انس سليمان ان هو منع الزمالك من تسجيل هدفين، تمام، بس الزمالك يقعد مباراه كامله اخطر كور ليه كورتين بس؟ هتقول لي لا، في كره ثالثه رزازي خبطت في رجله وراحت لانس سليمان، لا كورتين ثلاثه تيجي. انت بتتكلم على فرقه كانت خايفه منك اساسا، يعني كابتن احمد سامي كان مرعوب جدا منك. محمد عبد العاطي صراحه عمل شوط كويس، بس بعد الانذار اللي خده وقلق وراح منزل مكانه لعيب زي حمزه علاء، وطلع حليمه وطلع حسين فيصل وطلع عبد، طلع حليمه ونزل مكانه، في اللعيب اللي نزل مكان حليمه ده كانت كورته حلوه قوي، اللي هو مصطفى الخواجه. مصطفى الخواجه ده كانت كورته جميله جدا بصراحه، تحس اللي هو عنده كميه هدوء غير طبيعيه في نص الملعب. للامانه هو ومحمد عبد العاطي لعيبه ولاعيبه كوره مميزين قوي بصراحه، يعني في سموحه بجانب لعيب زي عبد الكبير الوادي بيقدم اداء كويس. ابو بكر ليدي صديقه برضو اللي هو سجل هدف، عمل ماتش كويس. جيروم فيليبس اللي نازل مكان عيالة ده، مستغرب انا من كابتن احمد سامي ان انت عندك اثنين محترفين ومركنهم جنبك على الدكه، بس بصراحه يعني كان في توفيق من ربنا عالي قوي لسموحه النهارده. هل سموحه استحق ان هو يكسب؟ والله على حسب المعطيات اللي قدمها الزمالك، سموحه استحق ان هو يكسب، لان الزمالك ما استحقش ان هو يكسب. الزمالك كان بيعك وسموحه كان مش عارف يستغل العك ده، بس توفيق من عند ربنا كان موجود عند سموحه ان هم اول كوره يروحوا بيها في المباراه صديقه شوت يسجل، الزمالك الماتش يقلب عليه، سموحه تركب الجيم ضربه جزاء، يلا خلصنا الماتش، يلا بيتك بيتك. اتمنى بصراحه ان باتريس كالدرون لو عايز يمشي يخلص الموضوع من دلوقتي ويقول عايز امشي، انما احنا هنقعد نلعب مباراه ما حدش فاهم انت بتريح لعيبه ولا انت بتجرب افكار ولا انت بتنيل ايه، محدش فاهم اي حاجه. لما حد يفهم الراجل ده عايز ايه يا ريت نبقى نطلع ندافع عنه، ويا ريت يعني ما نقعدش نتكلم على 30 لعيب في قايمه كلهم اسود، لان احنا عارفين قوي وبدات تبان قوي ان قايمه الاهلي والزمالك فيها لعيبه موجودين لمجرد بس ان احنا بنكمل القايمه، لان في لعيبه تستحق تمشي كتير قوي. نتمنى يعني ان احنا في يوم من الايام لما نتكلم على اللعيبه دي ما حدش يطلع يهاجمنا ويقول لنا ان احنا بناخد فلوس ومرتزقه وكلام، ان احنا عارفين اصل ان في لعيبه موجودين سد خانه، ومهما كانت جماهيريتهم هم للاسف الشديد سد خانه. هارد لك لجمهور الزمالك على الخساره النهارده، الف مبروك لسموحه وكابتن احمد سامي الانتصار الاول اللي على الزمالك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فهذا رايي عن المباراه، لو عجبك خير وبركه، ما عجبكش برضه رايك واحترم.